السلام عليكم، اهلا بكم في فلوج جديد. الشباب يروحون مشتهين يلعبون طائره، والجو والله بحق طلع اصلا الجو. يلا قابلت احمد، شو الاخبار؟ شلونكم؟ شلون خالد؟ وينك يا علومك؟ طيب هذا الانسان اللي ما يبينا. لا والله بيك ادور الفرصه. لا دقيقه، كم مره جيت بوزمن؟ جيت شلون يعني عندكم يعني ولا تجي ولا تعلم ولا تعلم؟ قليل يعني، ترى مو كلهم كثر، اربع مرات. هاو ماتش؟ انزين اربع مرات ترى تجي ربعك هنا كلش كذا. ما عليه ما عليه، اوكي شو تقول؟ قول ما عليه خلاص. متى اخر مره غيرت مساحاتك بالعمر؟ ما كنت بست والله. والله اي لايك ات. شمس ومطر، كلام كبير يا الحين جايين هنا بناخذ كره ولا بنشتري سمج؟ تفرق. ليش الحين مركب كره السيد الكلب؟ ركب ذيك الجهه. ليش ركب ذيك الجهه ما مركب السيد؟ جدش كبرى الطائره هذه. الطائره ايه كذا الطائره خلاص. لا لا انت ما تضرب بالقوه خلاص. خلي يشمه، تعال شم ذا، شم ذا، شمه شمه. ايش فيه؟ شنو؟ سوي كذي الحين شنو؟ بال ايش دعوة؟ شنو ذا؟ خلي لا تقول، لا تقول اسمه، خلي يعني شم ريحة عربية نفس الريحة صح؟ اشوف دوري وينه. عبد الله بالخير ذا اي يعني فرع ما ادري وين. شو الحين خلنا نقول مدري يدفع. حي الله احمد. الله يحييك. انا عطنا قصه على وجهنا. شو قصه غلط؟ قصه كذا ليلى والذئب. لا بس انا طلعت سندريلا يعني قهوه. يلا ترى هذا شايب مون يا الشايب. شايب شو بدك؟ عطني، شوف الله يعرف نفسه. عطني قصه على ما نوصل. قصه؟ ايه لا تصير سوامج عاد. لا والله قصه يعني وجهه شيء قصه ستوري. انصحنا 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 يعني انصحنا بحياتك. شوف كم عايش احنا فوق الثلاثين سنه يعني. انصحكم بتقوى الله ايوه وطاعه الوالدين، واذا خلص اختباراتكم ترجعوا البيت بسرعه. شلون شايلين الشبك؟ والله ننزل نلعب بدون شبك. نزلوا يا جماعه. هو ما يعرف طائره لانه والله خلاص. خلنا زين نجيب الثانيه. ليش ليش ما الفرق؟ راقد هذا لي اغراض البيت. هذا عزبه البيت. عزبه البيت ذي احنا جايين هنا بدنا. لا يا خوي لا اللي راح يجيبها. لا تروح في البحيره. هذه البحيره اللي جيت فيها انا ورويس سويت فلوق هنا كرسم الفلوق. مشينا على البحيره المتجمده تقريبا هذه هي اللي بعدها جيت مع عبد الله فيها برضو. يلا تحرك تحرك. نقز يصيدون. جيب سنارتك بنمر. نزله نزله.
لان اكثر من ساعه احنا قاعدين نلعب نلعب طايره بدون شبك على الذمه. بس والله جمعنا شباب كثير هنا جاي يلعبون. ايش رايك في اللعب؟ والله بدون شبك وحماس على الذمه. كيف اللعب كان؟ حماس تعب حماس يعني معي. كيف؟ كيف كان اللعب؟ والله أرض فوق تحت. كيف اللعب؟ والله حلو صراحة. والله من زمان على الشهد. والله لازم صراحة إن نسوي لنا. ليش؟ أقل شيء ثلاثة أيام في الأسبوع. ليش؟ عشان هذه أفتح. كرش. شكرا. بس والله لقطة اللعبة كلها اليوم عبود والله العظيم. أقسم بالله أوجع عند مبارك. شوف الآثار الجريمة. يا أوجع عند مبارك يا زكا. ترى مو كذا عبود. يلا أتوقع راح نفلوق هنا. في نهاية الفلوق تسوي ترك في القناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع والسلام عليكم وتعليقاتكم تحت. الجماعة لازم بيسوي عشاء لحد خالد. خليفة الكاسس ما تاكل جنبي ولا تاكل سمك ما عليه وكلوا على بعضكم. خليني اعمل خليني اقول لهم ام لازم يسوي عشاء الحين مبارك. احنا اليوم الدجاج طحن في الدجاج شهرين وفي الدجاج ما ياكل الدجاج ها خلها طعم فضاحة. خليفة تطلع لحم. اي عندي والله عندي لحم عندي كل شيء جاه طبختنا اخذي خلاص والله انا في خوف والله كل اغراض موجوده الطماطم والله كل شيء معه والله لا تجيب ولا شيء والله لا تجيب ولا والله انت المفروض